هاي فاطمة الموسوي صاحبة مشروع يقند الراس، صح شي اسمه؟ صح، يقند الراس. زي ليش اخترتي هالاسم؟ حبيت يكون المشروع بمصطلح إماراتي بحيث أنه أول ما حد يسمع اسم المشروع يعرف أنه لدولة الإمارات. زو صدق يقند الراس فاطمة؟ أكيد يقند الراس. طيب عشان بس نكون على بينة، الحين بعد ما تستخدمون الشاي وهذا الارتباط ما بين مشروعك وما بين الاستدامة اللي نحن قاعدين نعيشها، بعد ما يتم استخدام الشاي شو تسوون؟ نسوي لأوراق الشاي إعادة تدوير، اللي هي أوراق الشاي المستخدمة اللي هي مجرد أنه يتم معالجتها بطرق مختلفة لأهداف مختلفة. طبعاً الهدف الأول اللي هو صنع سماد طبيعي من الشاي. إعادة تدوير المخلفات الشاي بهاي الطريقة تكون جداً سهلة وأي حد يقدر يسويها في البيت، مجرد غسل أوراق الشاي، تأكد أنه هي ما فيها شكر، وبعدها تندفن تحت أي نبات عندك، تنخلط مع التربة، وبعد 4 إلى 8 أسابيع بتتحول إلى سماد طبيعي، بحيث أنك أنت تقدر تزرع النبات عندك بسماد عضوي وتقلل النفايات المستهلكة عندك في البيت. زين ممتاز، بس هذا من اللي يقوم فيه؟ يقوم فيه المستهلك. المستهلك. زين أنت شو دورك في تعزيز هالشيء؟ يعني تقولي لهم، تعطيهم نبذة كيف ممكن يسوون؟ طبعا دوري أنا كرائدة أعمال وصاحبة هذا المشروع وأيضا باحثة في علوم البيئة، حبيت أني من خلال مشروعي أزيد ثقافة الوعي عند المستهلكين في كيفية الممارسات البسيطة اللي ممكن هم يسوونها في البيت ولها يعني أثر كبير على البيئة. طبعا دائما يكون في الباكيجينج مالنا مكتوب أن بعد ما تستخدمون الشاي ممكن أنكم تحولون إلى سماد طبيعي، ممكن أنكم أنتوا أصلاً علبة الشاي تسوون لها إعادة استخدام لأغراض أخرى في البيت، أو ممكن تطلبون ريفل من عندنا أو هو إعادة تعبئة مع خصم 10%. فنحن نحفز الناس على أنهم يمارسون هوايات صديقة للبيئة بأشياء بسيطة، مجرد إعادة استخدام، تقليل، إعادة تدوير، بهاي الممارسات البسيطة ممكن نترك أثر كبير. إنزين، هل الناس ينفذون هالشيء؟ يعني تابعتي ردة فعلهم، يقومون باستخدامه وتدويره أو أنه يستخدمونه كسماد؟ هي نعم، صراحة في البدايات دائما البدايات تكون صعبة، ما تكون سهلة أنك أنت تغير فكر الناس، ولكن أقدر أقول بعد 6 سنين بديت أني أنا أشوف تغير، بديت أني أشوف المستهلكين عندي يطلبون عبوة إعادة التعبئة، يبدون يسألوني فاطمة كيف نحط السماد، فاطمة كيف نعرف إذا تحول ولا لا. فمن هاي الأسئلة بديت أني أنا بدأت توصلني رسائل أن الناس بدأت أنها تغير الفكر إلى فكر مستدام أكثر، وأيضاً من خلال الورش اللي أنا أقدمها والمشاركاتي في الفعاليات الحكومية أو المشاركات في الجهات الخاصة أزيد ثقافة الناس في كيفية تحضير الشاي وكيفية التخلص من النفايات بطريقة مستدامة. وأنت وجودك هنا كذلك الورش؟ هي نعم.